بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم على قناة درس رياضيات أونلاين وتعلم فكرة جديدة من أفكار القسمة، وهي القسمة عن طريق الطرح المتكرر. يعني إيه القسمة عن طريق الطرح المتكرر؟ نشوف كده مع بعض. 27 قسمة 9. 27 ناقص 9 تساوي 18. أول عملية طرح، أخد آخر ناتج اللي هو 18 وأطرح منه 9 برضه، 18 ناقص 9 بتساوي 9، أخد آخر ناتج وهو 9 وأطرح منه 9، 9 ناقص 9 0. ما دام انتهت بالصفر يبقى عمليات الطرح انتهت. عد عمليات الطرح اللي أنا قمت بيها، كم عملية طرح؟ 1 2 3. إذن 27 قسمة 9 تساوي 3، يعني بوصل للناتج من خلال عدد عمليات الطرح. نشوف كمان مسألة 48 قسمة 8، نحولها إلى طرح. 48 أطرح منها 8 بتساوي 40، أخذ آخر ناتج اللي هو 40 وأطرح منه 8 بتساوي 32، أخذ آخر ناتج اللي هو 32 اطرح منه 8 بتساوي 24، اخد اخر ناتج اللي هو 24 واطرح منه 8 بتساوي 16، اخد اخر ناتج اللي هو 16 واطرح منه 8 بتساوي 8، اخد اخر ناتج اللي هو 8 واطرح منه 8 بيساوي 0. طالما انا انتهيت بالصفر تبقى عمليات الطرح انتهت. نعد عمليات الطرح اللي احنا قمنا بيها، وعدد عمليات الطرح هو ناتج القسمة. شوف كده مع بعض، 1 2 3 4 5 6، يبقى عندي 6 عمليات طرح. إذن 48 قسمة 8 تساوي 6. طب هل ممكن استخدم الطرح المتكرر في القسمة بالنسبة لعمليات القسمة الكبيرة؟ بكل بساطة وبكل سهولة ممكن نستخدمها. 625 قسمة 125، يا ترى فكرة الطرح المتكرر ممكن استخدمها في عمليات قسمة كبيرة زي دي؟ ايوه، بكل بساطة وبكل سهولة. تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجة اخد 625 ديت واطرح منها 125. 625 ناقص 125 يتبقى لي 500، اخد اخر ناتج وهو 500 واطرح منه 125، يبقى 500 ناقص 125 تساوي 375، اخد ال 375 اخر ناتج وصلت له واطرح منه 125، يبقى هنا 375 ناقص 125 بتساوي 250، اخد اخر ناتج وهو 250 واطرح منه 125، يبقى 250 ناقص 125 بتساوي 125، اخد اخر ناتج وصلت له اللي هو 125 واطرح منه 125 برضه، يبقى هنا 125 ناقص 125 بتساوي 0. طالما انتهيت بالصفر تبقى عمليات الطرح انتهت. الخطوة اللي بعد كده بعد عمليات الطرح اللي انا قمت بيها، وعدد عمليات الطرح هو ناتج القسمة. تيجي كده نعد مع بعض، 1 2 3 4 5، يبقى عندي 5 عمليات طرح قمت بيها. هذا العدد وهو عدد عمليات الطرح هو ناتج أو خارج القسمة المطلوب، وبالتالي فإن 625 قسمة 125 بتساوي 5. بكل بساطة وبكل سهولة لكل اللي عايز يتعلم القسمة أو يطالب بيعاني من عمليات القسمة، ممكن يستخدم طريقة الطرح المتكرر للقيام بإجراء عمليات القسمة بكل بساطة وبكل سهولة. في طريقة تانية للقسمة هقدمها في حلقة
جديدة إن شاء الله ممكن أقدمها لكم في الحلقة القادمة، وهي القسمة عن طريق المصفوفات، طريقة جديدة جدا وطريقة مهمة لكل أولادنا اللي عايزين يتعلموا مع عمليات القسمة على أصولها. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير ونشترك في القناة ونشير الفيديو على جميع أصحابنا وأصدقائنا وعلى جميع القنوات والجروبز اللي احنا مشتركين فيها عشان تعم الفائدة. أشوفكم على خير إن شاء الله مع فيديو جديد ومعلومة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.